تبدي، ما هي الضمانات ربما التي يمكن اليوم أن تقدمونها للمواطن الجزائري كي يقتنع هذا المواطن ويحس بالأمان ويذهب إلى صناديق الاقتراع ويدلي بصوته؟ في السابق كان عندنا آليات ينص عليها القانون المنظم للانتخابات. كان ينص على آليات معينة، أذكرها على سبيل المثال وأذكرها على وجه التحديد ما يلي. في السابق كانت الإدارة هي التي تنظم الانتخابات، مع العلم أن الأصل في المسألة دستوريا وقانونيا أن الإدارة يجب أن تلتزم بالحياد. هذا هو المبدأ التام، المادة 193 من الدستور الجزائري تلزم الإدارة في تنظيم الانتخابات أن تلتزم الحياد والشفافية التامة. هذه مسألة. لكن الذي حصل هو خرق كبير لهذه القاعدة، ويعترف الجميع بأن الانتخابات لم تكن يعني بالشفافية اللازمة ولا بالحياد اللازم. وطبعا العمليات الانتخابية التي شهدتها الجزائر في الحقيقة تثبت هذه المسألة، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذه المسألة. واليوم ما الذي تغير الصوت؟ نعم رحنا جايين على كل حال. كانت الإدارة تنظم الانتخابات، لكن الذين يراقبون العملية الانتخابية من؟ هذه المسألة حصل فيها تطور. والحقيقة أن القانون كاين واحد المبدأ شهير جدا، مبدأ مهم جدا، هو أن القانون يشرك أولا المواطن في عملية المراقبة. وربما يسألني الآن المواطن كيف يا أستاذ تقول لنا بأن المواطن عنده القدرة، هل فعلا المواطن عنده القدرة على أن يراقب الانتخابات وعنده الحق أن يراقب الانتخابات؟ أنا أقول له من البداية شفت القوائم الانتخابية، القوائم الانتخابية ونحن نراجع القوائم الانتخابية المواطن عنده الحق في أن يعترض على الأسماء في القائمة الانتخابية التي يراها بأنها مسجلة في القائمة الانتخابية.